زوايا الإيران بمسار تفاوض مستجد الساحقية الأفق النظرية مجموعة من القضايا التي تشغلوا بال تشغلوا يعني انشغالات رأي عام بشكل عام وخصوصا نساء الجالسين التعليم والرصيد الذاتي كنعتبروها قضية وطنية كنعتبروها قضية تكثيف الصراع ولهذا كنا دائما حاضرين في كل المبادرات من خلال كل التنظيمات مع القوى اللي كنصفوا معها حول هذه القضية اللي كنتفقوا معها. اليوم النقابة الوطنية للتعليم منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعقيد هذه الندوة الصحفية لتوضيح للرأي العام والشغيلة التعليمية موقفها من النظام الأساسي الجديد والمسار ديال الحوار والتفاوض القطاعي اللي خدا يعني حوالي سنتين منذ تنصيب الحكومة الجديدة واللي كان الهدف منه هو في نهاية المطاف نوصلوا لنظام أساسي اللي مفروض أنه يرتقي بالأوضاع المهنية والمادية للنساء ورجال التعليم إلا أنه للأسف النتيجة اللي وصلنا لها في نهاية المطاف مع الوزارة هو انفرادها من بعد هذه الجلسات ديال الحوار من بعد توقيع اتفاق 18 يناير ثم اتفاق 14 يناير انفردت الوزارة في نهاية المطاف بإصدار نظام أساسي غير متوافق حوله وغير اتفاقي بينها وبين النقابات. آخر جلسة كانت مع وزارة التربية الوطنية يوم 20 شتنبير عبرنا بوضوح عن رفضنا لمضامين النظام الأساسي لأنه كان فيها تراجع حتى على بعض القضايا اللي اتفقنا حولها. موضوع ديال التعاقد مثلا كان اتفاق حول المادة واحد والمادة جوج تم تغييرها بين عشية وضحاها. موضوع كذلك ديال المساعدين الإداريين والتقنيين تم التراجع على ما تم اتفق عليه ومجموعة من القضايا الأخرى. ثم لم يكن هناك احترام الاتفاق 14 يناير اللي ينص صراحة على المنهجية التشاركية وعلى الضرورة ديال البناء المشترك ديال النظام الأساسي ثم على مجموعة من القضايا ومن الملفات اللي بالضرورة يجب تسويتها من خلال النظام الأساسي. موضوع ديال التعويضات اللي الآن الشغيلة التعليمية كتكلم عليه أول مرة كنقابة تعليمية كنشوفوا جدول التعويضات كان يوم 20 شتنبير في آخر جلسة ديال الحوار لأنه بقينا كنتسناو كل مرة الوزارة كتفاوض مع وزارة المالية ومن بعد جابوا لنا يعني الجدول ديال التعويضات واللي عبرنا في حينه بأنه هذا الجدول ما كيحققش الإنصاف ما كيحققش المبتغى في نهاية المطاف ديال تحسين الأوضاع المادية والمهنية ديال النساء ورجال التعليم. تم الاتفاق يوم 20 شتنبير على أساس أنه النقابات سترسل ملاحظاتها واقتراحاتها ومن بعد نعاودوا نجلسوا باش نشوفوا كيف ممكن انه الوزاره من جهتها غتعاود ترجع للماليه وتعاود ترجع للقطاعات الحكوميه المعنيه. للاسف نفاجئ يومين من بعد ان النظام الاساسي احيل على مجلس الحكومه وانه الوزاره انفردت. هذا هو الواقع. ممكن نوصفوا هذا الوضع الا انفراد وزاره التربيه الوطنيه باخراج نظام اساسي بعد سنتين من الحوار. بالتالي قرارنا اليوم هو النضال هو نخرجوا للشارع هو نحتجوا مطلبنا الاساسي اسقاط هذا النظام الاساسي الجديد. يجب مراجعه هذا النظام الاساسي الجديد يجب الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات والمطالب ديال النساء ورجال التعليم اللي عبرت عليها النقابات التعليميه. واول معركه هو يوم 2 نوفمبر اعتصام ديال اعضاء المجالس الوطنيه ديال النقابات التعليميه الاربع واللي اكيد انها غتكون محطه اولى وستليها محطات اخرى. الاضرابات اللي احنا في المجلس الوطني عبرنا في البيان على الدعم ديالنا والمسانده لكل الاشكال الاحتجاجيه ديال النساء ورجال التعليم. الغضب اللي كيعبروا عليه اليوم النساء ورجال التعليم يجب ان تلتقطه وزاره التربيه الوطنيه والحكومه بان النظام الاساسي الجديد اللي خرج لا يعكس التطلعات والانتظارات والحاجيات ديال النساء ورجال التعليم. هذا غضب مشروع حراك عن الشغيلة التعليمية اللي مهم ويجب أن يستمر. يجب أن يستمر بالوحدة بوحدة المطالب بوحدة الشغيلة بهدف واحد اللي هو نظام أساسي يحقق فعلا الشرط ديال التحفيز وديال الإنصاف. كيتبدل لينا بالملموس بأنه ما كاينش جدية ما كاينش مسؤولية فجوابنا هو الاحتجاج.